السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي فضائية أعدال تي في الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولكم التحية أينما كنتم وحيثما أنتم. من ولاية جنوب أستراليا وحاضرتها أدلايد أحييكم أنا عبد الوهاب حامد وزميلي خلف الكاميرا الأستاذ أشرف لباب، وسعيد جدا بالإطلال عليكم عبر هذا البرنامج نافذ على الوطن الذي نناقش فيه القضايا التي تهم الوطن عبر فضائية أدال تي في الفتية. عنوان هذه الحلقة هو مستقبل اللغة العربية في أريتريا، و كثر الحديث حول هذا السؤال وأثير كثيرا جدا وكتبت عنه كثير جدا من المقالات والأسئلة، ويشرفنا اليوم أن في تصدينا لهذه المشكلة أن أستضيف الأستاذ محمود محمد إبراهيم المشهور بجمجام أو أبو رامي كما يحلو البعض. مرحبا بك أستاذ أبو رامي من بيرس، مرحبا بك. أهلا وسهلا. الأستاذ أبو رامي هو يعني يجب أن نقدمه في هذا البرنامج باعتباره مناضل من الرعيل الأول الذي التحق بالثورة في العام 65، وما زال يناضل من أجل إرساء الديمقراطية في هذا الوطن الجريح أريتريا، الذي شارك هو في انعتاقه بالبندقية، ويشارك أيضا كناشط ضد النظام الجاثم في صدر الشعب الأريتري هناك. أستاذ أبو رامي، عنوان الحلقة اليوم هو عن مستقبل اللغة العربية في أريتريا. في ظل ما أنت يعني تشاهد وتسمع من إقصاء للغة العربية في أريتريا، يعني كيف تنظر إلى مستقبل اللغة؟ نريدك أن تعطينا لمحة حول رأيك في هذه المسألة. جميل، شكرا جزيلا الأخ عبد الوهاب وزميلك، ومرحبا بإتاحة هذه الفرصة من خلال قناة أدال المناضلة ونافذة على الوطن، ودي محور من محاور النزالات اليومية التي تعيكها القضية الوطنية للتصدي على كل وسائل الانقضاض على حقنا الوطني. وأشكركم الشكر الجزيل لإتاحة هذه الفرصة أن يكون عندي بعض الإسهامات، ولو أني قد لا أكون المؤهل لإدلاء ما تتطلبه أو يتطلبه هذا العنوان الكبير ومحاولة التهميش التي تتعرض لها اللغة العربية بصفتها إحدى ثوابت الوطن ومبدأ من المبادئ الأساسية المتمسك بها الشعب الإريتري منذ قديم الزمان، وبالتالي هي ميدان من أحد ميادين المواجهة اللي نواجه بها، سواء الاستعمار الأجنبي اللي كان موجود جاسم في بلادنا أو الاستعمار الوطني الجديد أيضا الذي لا يختلف عنه في ممارساته في مساردة حقوق المسألة الوطنية. نعم أخي عبد الوهاب، أنت
والمستمعين الكرام، حقيقة أن اللغة العربية في إريتريا هي لغة أصيلة، وأصالتها ليس مكتسبة في هذه السنوات القليلة بقدر ما هي موغلة في التاريخ، يعني موغلة في التاريخ العميق جدا، درجة أنها ما قبل الإسلام وقبل المسيحية وظهوره في إريتريا. إريتريا هي موقع الجغرافي ما أكسبها اللغة العربية أن تكون متمسكة به وأن تكون جزء في محيطه، موقعها الجغرافي، وموقعها الجغرافي كما نعرف جميعا تطل على البحر الأحمر في قبالته الجزيرة العربية واليمن، ومن هنا العمق الامتدادي للسودان وجمهورية مصر العربية، وكل هؤلاء تقريبا تقول لغة عربية وأهل اللغة العربية، وبالتالي امتداداتها اللي كان موجود ضمن هذا المحيط الجغرافي اللي فيه. أضف إلى ذلك الهجرات اللي كانت تأتي من وإلى بوابة إريتريا كان لها تأثيرها المباكر على العنصر الإريتري في موقع الجغرافي وإن كان محدود المساحة. طيب أستاذ أبو رامي، أسمح لي أن أقاطعك قليلا في هذه الجزئية. هل تعتقد أنه في مؤامرة لإقصاء اللغة العربية في أريتريا، ولماذا؟ الإجابة كنت حأجي عند الإجابة عليك، لأنك أنت المؤامرة في بداية تقديمك كنت ذكرتها، ولا بد أن تكون في مقدمة شنو هي اللغة العربية ومن أين هي اللغة العربية حتى تكون عرضة للتآمر. حبيت أنا في عبارة اللي فاتت دي أعرف أن اللغة العربية هي من أين جت وكيف امتدت ودخلت، والإنسان الإريتري أصبح متمسك باللغة العربية فيه. حقيقة للإجابة على سؤالك بعد المقدمة اللي قلتها، هي أن اللغة العربية في إريتريا مستهدفة تماما، واعتبارها لغة دخيلة وليس لغة وطنية متمسك بها الشعب الإريتري. هل بدأ هذا من الواقع اللي نعيشه نحن حاليا في القرن العشرين أو الواحد والعشرين أم هو مكتسب؟ أبدا مكتسب هو هذا الكلام ده. مكتسب هو من العهد البريطاني ومن العهد الإيطالي، كان الحرب شعواء جدا، ولكن شعبا وتمسكه كان أرقم هذا الاستعمار، يبدأ الإيطالي يبدأ البريطاني، وعشان كده كان أفرض أن تكون في مدارس تدرس فيها اللغة العربية حتى يؤدي المفاهيم الاستعمارية حتى اللي عندهم باللغة اللي يفهمها الشعب الإريتري. ذلك باختصار أقول لك أنه فعلا اللغة العربية لما كانت تمثل من جذور عميق ومساحة واسعة في الإنسان الإريتري وبالذات في الجوانب والمساحات الإسلامية، كان بالضرورة أن يستوعبوا اللغة العربية ويأمنوا بعض الشيء في مراحل التدريسية الأولية. لذلك حقيقة أن اللغة العربية فعلا واجهت التهميش، بل واجهت الحرب الشعواء. لو سمحت لي أمر على كيفية المواجهة. البريطانيين كانوا سامحين أن يكون في مدارس الابتدائية حتى ما توصل الأعدادية إلى ذلك باللغة العربية بجانب القرآن والمسائل ذاتية كلها وإدارات التي بعد هذا المسألة امتدت، وإن الشعب الإريتري تمسكوا معرفته كان يهاجر، وهاجرنا إلى الدول العربية، لحقنا في الأزهر، لحقنا في جامعات الدول العربية، وحملنا عمق هذه اللغة العربية. هذا الإرث العربي الموجود في المساحة دي مرفوض هو سواء من الاستعمار الأخير الإثيوبي أو من النظام الحالي في حد ذاته، لأن مكتسبات اللغة العربية إذا تجذرت في الشعب الإريتري وتوسعت فهتكون هي الباقية على محاولات اللغات الأخرى اللي تعتبر بديلة. عليها أقول باختصار شديد أنه فعلا اللغة العربية مستهدفة ومهمشة هي في هذا. كيف تصدى شعبنا لهذه المسألة؟ نقول تصدى لها في الخمسينيات عندما جاء تقرير المسير
ولما كانت تناقش القضية الوطنية من أن تقسم بين السودان وإثيوبيا وبين أن تطلع إثيوبيا بكل ما فيها، الدستور الإريتري ودي من آلاف آبائنا آنذاك سددت اللغة العربية في الدستور الوطني وأصبحت اللغة الرسمية بجانب اللغة التجرانية. إذا التحدي محاولة التهميش كانت من الأول ومتوارثة، والتصدي والتحدي لها من جانب شعبنا ومن جانب سياسات التي كان يتبعها شعبنا في الحفاظ على مكتسباته كانت أيضا قوية وبالتالي صدقة لحد ما انتقلنا بهذه اللغة وبهذه المبادئ الصامية وبهذه الثوابت الوطنية في مرحلة الكفاح المسلح. وفي مرحلة الكفاح المسلح كانت اللغة العربية هي السائرة وهي العاملة وهي المنفتحة بها لحد ما جاءت فعلا حملة اللغة التجرينية ومحاولة أن يكونوا متساويين معها، والوسيلة الوحيدة اللي كانت موجودة هي محاولة تهميش اللغة العربية، إضعاف اللغة العربية، قتل اللغة العربية حتى لا تبقى على المسألة بتاع اللغة التجرينية. ده إذا كان موجود، ما عدا كانت اللغة العربية تسير. وفي هذا المضمار ده ممكن لو تكلمنا في الخمسينيات وبعده كيف نثبت أن هذا كلام إنشائي. طيب قبل ذلك أستاذ أبو رامي، قبل ذلك طيب، طالما أنه البرلمان في الخمسينات أغرى باللغتين العربية والتجرينية لغتين رسميتين للدولة أو للبلد، لماذا النظام الجبهة الشعبية الحاكم الآن لماذا يصر على أحادية اللغة العربية اللغة التجرينية فقط على حساب اللغة العربية؟ يعني ما عايز يتعامل باللغة العربية ليه؟ شنو؟ ما السبب؟ جميل جدا. احنا كنت جاي فيها حقيقة ان احنا اللغة العربية حتى في الخمسينيات اللغة التجرينية كانت ضعيفة جدا جدا جدا، لدرجة بعدين لما انجز اثيوبيا والقت اللغتين العربية والتجرينية وابدلتهم بالامحرينية اصبحوا طابقة. في الفترة دي كان التأسيس للغة العربية كان قوي جدا. تخيل معي بس أمثلة صغيرة عشان أضرب لك يا أخي، كانت تصدر من الأربعينيات في السنوات الأخيرة من الأربعينيات في عهد الإنجليز والإيطاليين أكثر من 13 جريدة ومجلة وتقارير، وكان يصدر باللغة العربية والإنجليزية والإيطالية بجانب البعض منا زي جريدة الزمان بالتجرينية. فلذلك طغيان اللغة العربية والتحكم على هذا المجال الثقافي هو كان اللي أدى للنظام بتاع الجبهة الشعبية أنه تلغي موضوع اللغة العربية وتخلي اللغة التجرينية هي الطاغية، لأنه اللغة التجرينية ذاته كانت متجهة إلى الجانب بتاع القبول والميول باللغة الأمحرية في أحد النظام بتاع الإمبراطور هيلة سلاس. فلذلك لما جو في النضال وجد أن اللغة العربية هي السائدة، وبالتالي يجب أن تكون في حاسيس اللي عنده أسياس وبالبرنامج اللي عنده والتفكير اللي عنده وببرنامج نحنان على مانا هو البرنامج الرئيسي أن تبقى اللغة التجرينية. عشان لا تبقى اللغة التجرينية مسح وإدعاف وتهميش وقتل اللغة العربية في سبيل ده ما يقدر يقول ما تعمل أيها الشعب، إنما يعمل عمليا ميدانيا بأشياء تقتل اللغة العربية. كيف تقتلها؟ زي ما شفنا بمجرد مع قبل دخولنا الاستغلال هيئوا لمسألة لغة الأم. المستهدف بلغة الأم هو إجهاد اللغة العربية وتطوير اللغة العربية، هذا الشعب المسلم تفتيته إلى لغات الأم الأساسية اللي فيه. التجرينية هي لغة الأم، وشعب التجرينياوي لغة الأم شابت له بي هو عالقتنا بتاع الأم موجودين في التجرينية. لذلك إضعاف الدور الإسلامي، إضعاف التاريخ الإسلامي، الحوار الموجود والمنافسة
واقع للمبادئ هو ده المنطلق بتاع الجبهة الشعبية. إذن أستاذ أبو رامي، أستاذ أبو رامي، إذن نظرية المؤامرة هنا حاضرة منذ أن ظهرت وثيقة الوثيقة التي تنعت بأنها طائفية نحن نعلم النان إلى يومنا هذا، المؤامرة ضد أو إقصاء الثقافة العربية واللغة العربية في أريتريا موجودة. أستاذ أبو رامي، نحن لا نملك في هذه الدقائق إلا أن نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة والتي المفيدة، يعني نحن صراحة كانت إضاءة وأشياء مفيدة جدا أخذناها منك في هذه المداخلة، ونشكرك جزيل الشكر والتقدير. أهلا وسهلا وشكرا لك، ووصيتي لكم في أدال ولنا جميعا، اللغة العربية هي من الثوابت الوطنية وتعميقها والتمسك بها من إحدى مبادئنا الأساسية. سيروا، جزاكم الله خيرا على مدالاتكم. شكرا. ألف شكر أستاذ أبو رامي، حدثتنا من بيرس حاضرة ولاية غرب أستراليا. شكرا مجددا. يا هلا. إذن مشاهدين الكرام، بعد هذه الإضاءة والتوضيح حول اللغة العربية والإقصاء الذي تتعرض له منذ الاستعمار إلى الآن، ذكر الأستاذ ما ذكره الأستاذ رامي قد يغطي أو يجيب على كل الأسئلة، ولكن فقط نريد أن نوضح أيضا الأدوات التي استخدمها النظام الأريتري. ربما يكون المشاهد الكريم النظام الأريتري واضح جدا أنه هو أشرس من الاستعمار في محاربة اللغة العربية، هذه ما لا تحتاج إلى، ولكن النظام الأريتري استخدم أدوات يريد أن يضحك بها على زغون المستمعين كما يقال، للتمويه أو التغطية على مسألة الإقصاء. فهنالك مسألة تطوير اللغات المحلية، تطوير اللغات المحلية حق أريد به باطل، هذا واضح جدا. يعني نحن نحترم هذه اللغات المحلية ونشدد على تطويرها أيضا كتراث أريتري، كمكتسبات وحقوق الشعب الأريتري، كله ناضل من أجل أن يعيش في وطن يتساوى فيه الجميع. هذه اللغات، لغات الأم، يجب أن تطور، هذا لا اختلاف عليه، ولكن ما المقصود من برنامج تطوير اللغات؟ الأستاذ أبو رامي ذكر أجندة نحنان عالم النان، وهي حاضرة هنا بكل تفاصيلها الغميئة في كأداة لإقصاء اللغة العربية. وأني لا أريد أن أتحدث عن الجانب الديني، يعني المسلمين في أريتريا يتحدثون اللغة العربية ويحتاجون إليها لممارسة شعائرهم وكذا. غير ذلك، اللغة العربية هي لغة عالمية، نحترم جدا ونعتز بالتجرينيا كلغة ثانية أو كلغة تمشي مع اللغة العربية حسب ما أغر في البرلمان في خمسينات القرن الماضي.
وهذا ما نعتز به، يعني أن يكون عندنا لغتين نتعامل بهم في هذا الوطن لثنائية المكون. ولكن البرنامج تطوير اللغات معروف جدا إنه هؤلاء المعنيين بلغات الأم هم كلهم مسلمين، ويراد صرفهم إلى لغاتهم المحلية حتى تحدث هنا المعادلة تختل وتسود اللغة التجرية. وأكرر مرة أخرى، نحن نعتز بالتجرية كلغة إريترية، ولكن واضح جدا هنا المسألة كيف يعني أريد بها باطل كما قلنا. أيضا يعني اللغة العربية، هل وجود اللغة العربية، هناك سؤال، هل وجود اللغة العربية أو كلغة رسمية للبلاد شيء عملي أم لا؟ يعني معروف إذا جينا عايزين نقارن بين اللغة العربية وأي لغة أخرى، التجرينية أو اللغات المحلية، هذه محدودة جغرافيا هذه اللغات، لكن اللغة العربية في هذا المحيط الكبير نستطيع أن نتواصل بها مع كل الأقطار والدول المجاورة. واللغة باعتبار أن اللغة العربية لغة عالمية، يعني يحتاج لك أنك أنت في التجارة في 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 السياسة في كل شيء أنت محتاج إلى لغة عالمية تتعامل بها. ولكن مسألة تطوير اللغات أو أحادية اللغة هنا في التجرينية تكون هي السائدة في أريتريا، هذا فيه ظلم وتجني على اللغة العربية، والمقصود به اللغة العربية هو ما ذكرناه يعني الآن. أيضا هنالك أشياء كثيرة جدا يعني استخدمت لإقصاء اللغة العربية، والحقيقة يعني لا نريد أن نفرق بين اللغة العربية والثقافة العربية. يعني الثقافة العربية تستخدم وباللغة العربية، هذه اللغة العربية والثقافة العربية لا يمكن أن نفصله. لذلك يعني هيحصل اختلال إذا أقصينا اللغة العربية في أريتريا ولتسود لغة أخرى وربما دين آخر إذا المسألة بهذا هنا. على كل حال نظرية المؤامرة نحن ما عايزين نركز عليها كثير جدا، لكن أصالة اللغة العربية لا تحتاج إلى استدلال، ويجب على الشعب الأريتري أن لا تنطلي عليه هذه النظريات التي يراد أن يعني لزر الرماد في العيون، يعني تطوير اللغات والفن الأريتري يمارس بطريقة، حتى يعني حصل اختلال حتى في الثقافة الأريترية حتى في اللغات المحلية هذه المعنية بتطويرها. يعني ما يحدث في الفن من خلاعة أحيانا لغباء معينة، هذا ليس تطوير بل المسألة وراها أجندة خفية، وهذا الموضوع يجب أن لا يمر على فطنة الشعب الأريتري، وهو لم يمر كذلك، لأنه كما أسلفنا في البداية سالت أقلام كثيرة جدا تناولت هذا الموضوع، وأيضا تعرض أصحابها للقمع والتنكيل. يعني نذكر هنا الأديب الأريتري إدريس أبعري الذي يقع في السجن منذ أكثر من 15 عاما، ما معروف مصيره في شو. هذا الرجل كان فقط لأنه يكتب باستمرار عن اللغة العربية وعن المؤامرة والتهميش الذي تتعرض له. وهنالك
أيضا من استشهد أو قتل نتيجة حديثه عن اللغة العربية والثقافة العربية في أريتريا. إلى هنا نكون قد أفردنا مساحة وسلطنا الضوء على مستقبل اللغة العربية في أريتريا. مستقبل اللغة العربية في أريتريا من خلال هذه الملاحظات واضح جدا أنه مستقبل غامض، وأن هنالك مؤامرة تحاك ضد الثقافة العربية واللغة العربية. لكم جزيل الشكر والتقدير.